السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اش اخباركم؟ اموركم هانيه؟ الحمد لله. الوغ من بعد ما هدرت لكم في الفيديو الفايتة على المضاربة، اليوم غادي نهضر لكم على المشاركة. المشاركة حتى هي كونطرا كتكون بين لا بانك وبين لو كليان اولا لي كليان كي سون دي زونتربرونور. غير هو في حالة المشاركة لو كليان ماشي بوحدو اللي كيسير المشروع، وانما كاع الشركاء من حقهم يسيروا المشروع الا الى واحد فيهم تراجع. ولا بوك ماشي بوحده اللي خاصها تحمل الخسائر الماليه، وانما كاملين. داكشي علاش المشاركه مبنيه على لو برينسيپ دو بارطاج دي بيرت اي دي بروفي. يعني الشركاء ديال لو بروجي كيف ما كيتقسموا الربح كيتقسموا الخساره مع لا بوك. الى هاد لو بروجي تمو عن طريق المشاركه حقق الربح، فداك الربح غادي يتوزع بين الاطراف وفق واحد لو بورسونتاج اتفقوا عليه في الاول في لو كونطرا. اما الى حقق خسائر فكل بارتي غادي تحمل الخسائر او بروغاتا ديال لابور ديالها. يعني مثلا انا ساهمت في داك لو بروجي ب 20% غنتحمل الخسائر ب 20%، لا بانك شاركت في داك لو بروجي ب 80% اولا 50% غادي تحمل الخسائر وفق داك لابور ديالها. المشاركه نوعين، كاينه المشاركه بيرمانونت اللي كتبقى مدى الحياه، ما حد لو بروجي خدام ما حد لا بانك شريكه. وكاينه المشاركه المتناقصه، يعني المشاركه ديغاسيف اللي لا بانك لا بار ديالها كتبقى تنقص تدريجيا. فهاد الحاله المشاركه كتكون كونسيديري كوم ان بري بارتيسيپاتيف، و لو كونطرا ممكن يكون فيها على انه اشاك فوا لو بروجي يدخل الارباح كيتحيد منهم واحد لا بارتي اللي كتعطى لا بانك، وكوم سا كتبقى لا بار ديالها كتنقص تدريجيا من لو بروجي. اولا لا بانك من الاول كتونجاج انه غادي تبدا غادي تبيع لا بار ديالها بصفه تدريجيه اولا دقه وحده لي زاسوسي اللي معاها. والمشاركه حتى هي بحال المضاربه، ماشي دي برودوي اللي كتستعملهم الابناك بزاف، لانهم فيو فيهم بزاف ديال الخسائر رغم الاهميه ديالهم في تشجيع المقاولات. الو دابا ما يبقى لي الا نقول لكم لا فيديو ديال اليوم راه سالات، كنتمنى تكون عجبتكم. سينو لا فيديو المجيء ان شاء الله، وما تنساوش تابونا ما تنساوش ديروا جيم. ودابا ما يبقى لي الا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.